ما في الاستماع لإذاعة حياة فهم، موعد جديد من غيكاب ميدي، نص نهار و14 دقيقة، نواصل معكم حتى لساعتين، عودة على آخر المستجدات. ترحب بالفريق العمل معي لليوم، إمن بوخيت في الأخراج التقني للحصة، سيف بولعريس فيها ديجيتال، زميلتنا سوسن فيها ستوندار، بعد شوية يكونوا معي سي حمدي البقلوطي ناشط في المجتمع المدني ومتابع للشأن العام، معكم سهم حمدي مقدم الميكرو من توا حتى لساعتين في غيكاب ميدي. قلت لكم باش نرجعوا على برشا مواضيع لليوم تهم الشأن العام في تونس، آخر المستجدات وآخر الأخبار، والبداية تكون كالعادة بعودة على آخر الأخبار اللي تهم المواطن التونسي مباشرة. تدسويت لأكتواليتي. أكتواليتي في الأكتواليتي لليوم نحكيه على أسعار الدجاج، قرار التخفيض في أسعار منتجات الدواشن، هذا موضوع حديثنا لليوم. نرحب بك سي حمادي البقلوطي ناشط في المجتمع المدني ومتابع للشأن العام. مرحبا سي حمادي. مرحبا سي، مرحبا بالفريق التقني، مرحبا بمستمعي ومستمعاتي ذات حياة فهم. شكرا جزيلا ليك. البارح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سي نور الدين بن عياد أعلن بأنه الاتحاد قرر تخفيض أسعار منتجات الدواجن، تخفيض ب 15% مليم في سعر الدجاج الحي، تخفيض ب 300 مليم في سعر الدجاج المذبوح، وتخفيض في 300 مليم في سعر الديك الرومي، كما زاد توجه بالشكر لكل الفلاحين والمربين على تفهمهم وقبولهم هامش ربح ضعيف مقارنة بكلفة الانتاج. ولكن البارح في العشية شفنا موقف مغاير لنقابة الفلاحين في جهة المهدية اللي استنكرت هالقرار هذا، اعتبرته قرار أحادي. وخلي لنا نعرف أكثر تفاصيل علاش يجي هذا الرفض. معنا بالتليفون سيد محمد علي حلواس رئيس نقابة الفلاحين في المهدية. سي محمد علي مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك وشكرا على استضافة نقابة تونسية الفلاحين. بارك الله فيك على قبول الدعوة. سي محمد علي حلواس، كيفاش تقبلتوا البارح القرار اللي أعلن عليها السيد نور الدين بن عياد بخصوص التخفيض في أسعار الدواجن؟ نحن باسم نحن نقابة تونسية الفلاحين تابعت الملف نتاع أسعار ارتفاع أسعار الدواجن منذ البداية، ونبهنا عليه منذ 6 أشهر، نبهنا وزارة التجارة أنه احنا نوصل المرحلة ذيك. بالنسبة لسي رئيس اتحاد الفلاحين تفاجأنا ككل مهنيين الموجودين في قطاع الدواجن بالقرار أحادي جانب، اعتبرناه قرار مسقط، قرار معناتها لم يتم استشارة فيه المهنة، لم يتم استشار فيه كل المتدخلين في قطاع الدواجن، فقط هو بالنسبه لي قرار شعبوي، قرار معناتها لا اساس له بالصحه على الواقع، مش صحيح باعتبار انه ولينا معناتها بالنسبه لمربي الدواجن كانوا الاف ولاوا مئات، وان شاء الله في 2023 بالوضعيه هذه الحرجه نتاع منظومه الدواجن يمكن وليوا عشرات. لاسباب هذه معناتها قلنا انه القرار هذا قرار أحادي الجانب وقرار مسقط وقرار غير مطابق لواقع الأشياء. معناها ما حكيش معاكم بالكل السيد احنا بالنسبة احنا نقابة تونسية الفلاحين هي منظمة مهنية مستقلة اتحاد الفلاحين كما تعرف. بالنسبة لي هو أنا على اقتناع أنه فما 35 شركة تعاونية موجودين في تونس، نجم تسلم كل شركة وحدها إذا استشار منهم وحدة برك. شركة تعاونية كما تعرف برشا خوين فلاحة، كل شركة متكونة برشا فلاحة، ما استشار حتى شركة تعاونية، فما 35 شركة تعاونية لم يتم استشارتهم في هذا الموضوع. وبالعكس القرار معناتها أدير، احنا قلنا أدير في غرفة موضع مثل ما احنا نعرف شو نقولوا، نقول نسمي الأشياء بسميتها. فما جزء من الناس معناها غرفة مظلمة، معناها تم إقراره في غرفة مظلمة سي محمد؟ معناتها جزء من الناس معناتها لا علاقة لهم بقطاع الدواجن، وبالعكس جاب جزء من الناس من كانوا متقلدين مناصب قياديه في الجامعه الوطنيه للدواجن وعليهم عده تضييقات استفهام ويحملوا عده شبهات فساد. الناس هذول اقروا القرار هذا، قرار هذا فحبيه برضو برضو. احنا قلنا لا على ارض الواقع، احنا قعدنا مئات من مربي الدواجن، والمئات هذول فما 90% منهم عندهم شكوك بدون رصيد من جراء الخسائر اللي في الست شهور اللي فاتت. بطبيعي جدا انه الفلاح من حقه باش يبيع بهامش ربح فوق الكل الحقيقي عند الانتاج لتغطية تلك الخسائر لمدة 6 أشهر. راهو عندنا خسائر مئات المليارات، مش مئات المليارات، مئات المليارات رئيس في الجنوب.
أي. نعم رئيس منظمة الفلاحين سي محمد علي يقول بأنه ندعيه معناها المربي الدواجن أنهم يتفهموا ساعة، لأنه نظرا للوضع العام في البلاد المقدرة الشرائية للمواطن خلينا نعمل بعض التخفيضات في الأسعار ويقبلوا بهامش ربح، وما زال عندهم هامش ربح أما حتى ولو يكون ضعيف، المهم نراعيه يعني هالفترة اللي نمر بها. شوف نفسر لك حاجة، احنا في قطاع الدواجن قبل 2010 كان يصير؟ قبل 2010 كي ينخفض العرض مقابل ينخفض الطلب مقابل العرض، معناتها ثم وفرة بتاع منتوج، الدولة كانت تمتص فائض الانتاج باش في المرحلة هذه الحرجة كي يبدأ ينخفض العرض وترتفع الأسعار الدولة تخرج مخزونات استراتيجية. احنا نملك فكرة مخزونات استراتيجية باش تكون ثم توازنات مالية بين الفلاح والمستهلك. بمعنى أدق، الفلاح وقتها فما وفرة عرض فما أسعار منخفضة أقل من الكلفة الحقيقية، الدولة تتكفل باش تقبل منه السلعة بسعر الكلفة الحقيقية عند الإنتاج. فهمتني؟ صار بعد 2011 صار إن الدولة تخلت عن دورها الريادي في تكوين مخزونات استراتيجية، ولا الفلاح ما عندها عرضة لتقلبات الأسعار. معناتها احنا صحيح احنا مبنيين على قاعده العرض والطلب، معناتها في السوق نتاعنا سوق حره، الاسعار هي حره، معناتها السعر ينجم يطيح اقل من الكلفه الحقيقيه حتى ب 2000 فرنك ونجم يطلع فوق الكلفه الحقيقيه ب 2000 فرنك. احنا قلنا بالواقع هذايا ونبهناها وزاره التجاره، نبهنا وزاره الانتاج وزاره الفلاحه، قلنا لها رانا نوصلوا في مرحله حرجه انه المربي يعزف على الانتاج ويولي ما عادش يربي الدجاج، يولي فما عشرات برك يربوا الدجاج. طبيعي جدا سي محمد علي. صحيح انه ثم مشكله على مستوى تربيه الدواجن وحراره الطقس وارتفاع التكلفه. اليوم نقابه الفلاحين عندهاش مقترح، لانه هل معقول ان المواطن يتحمل العبء الكبير والارتفاع المشط الحالي للدواجن؟ عندكمش مقترح في الحكايه؟ لانه اذا كان لهذا حل سحري خويا كريم، نعم عندنا حل سحري موجود عندنا في الهيكله نتاع القطاع. شوف احنا 2.5% موضوع على ذمه الفلاحه صندوق القدره التنافسيه، 2.5 في وزاره الماليه فما قرابات 90 مليار ينجموا يحلوا مشكله منظومه الالبان ومنظومه الدواجن. راكي نحكي معك بحديث صحيح، منظومه الالبان ومنظومه الدواجن 2.5 فما صندوق قضايا كان الدوله تسخر منظومه الالبان ومنظومه الدواجن ما عادش نحكوا في حتى مشكلة في الهيكلية في سواء قطاع الألبان ولا قطاع الدواجن. راهي مشكلة كبيرة ياسر، راهي مشكلة كبيرة ياسر، إنه الفلاح توا عندنا 90% فلاحة معرضة للسجن من أجل إصدار شكوك بدون رصيد من جراء أول حاجة غلاء العنفة كما تعرف في الشهور الماضية الحرب الروسية الأوكرانية خلفت برشا تأثيرات جانبية على ملف العلاف، وحاجة أخرى السوق والأزمة الكورونا فرضت علينا إحنا نبيعوا اقل من السعر الكلفه الحقيقيه عن الانتاج ب 1000 و 2000 فرنك. طبيعي جدا انه تو لازم نعوضوا الخسائر نتاعنا، هذا يلزم يتفاهموا الراي العام. الراي العام فمش امكانيه تقعدوا مع منظمه الفلاحين لاعداد على الاقل برنامج مشترك بيناتكم تكون كل الاطراف راضيه؟ يفترض شو يفترض انه نقعد كل مع بعضنا على طاوله الحوار، مش اربع من الناس تسير منظومه كامله. يفترض ان نقعدوا مع بعضنا الناس كل واحنا قابلين الحوار. احنا بالعكس احنا يهمنا المستهلك ويهمنا الفلاح، احنا يهمنا الوعيد نقابه سي بالعيد يهمنا الفلاح والمستهلك. واضح سي محمد، مش مستهلك يتكبد معناتها من نجيبه برشا فلوس في من جراء غلاء الاسعار. احنا متهمين وذي احنا بنحبوه، بالعكس احنا رافضين انه السعر يرتفع اكثر من الكلفه الحقيقيه ب 2000 فرنك ويتيح اقل من الكلفه الحقيقيه ب 2000 فرنك. واضح سي محمد. كلمه برك راهو مربط فرس في الموضوع كل هو وزارة التجارة رافضة باش تصدر الكلفة الحقيقية عند الإنتاج. راهو اسمه صب الزيت على النار كي ونعملوا قرارات شعبوية طلع السوم هبط السوم، راهو غلط. راهو وزارة التجارة لازم تحترم نفسها وتصدر الكلفة الحقيقية عند الإنتاج باش الرأي العام يفهم
ياخذ كيلو دجاج يعرفوا كيلو دجاج بدا يتكلف على الفلاح. واضح. اذا الموضوع هذا اكيد باش يكون محل متابعه لانه يهم الشان العام ويهم كل المواطنين في هذا الظرف الاقتصادي الصعب. نشكرك برشا سيد محمد علي حلويس رئيس نقابه الفلاحين بالمهديه على مدنا بكل هذه التفاصيل. بعد شويه نواصلوا في نفس الموضوع ولكن ناخذوا الجامعه الوطنيه لمربي الدواجن، شنو رايها في هذا الموضوع؟